لا الكرة عند اللاعبين، لاعبين عند السلامي، ولا محاولة مبكرة لفريق المدينة العليا. كان عند حمزة السلامي، حمزة السلامي كيخدع، حمزة السلامي كما كنقول دائما انه كيكمل بالقدمات قوية ديالو، هذه وحدة منهم، ولكن محمد كرام احتضن لهذه العملية وتصدر. وهذا خطا كيمشي للاعب رقم 10 ديال الخصاء، بارك اللاعب برواز بوشعيب قدلي كيضيع فرصة ثانية حالي تسجيل لفريق فتح الصاجي، ولكن تدخل كيمشي كررها لعند حمزة كعوا، راه وراك عوا راه كرة حالية الهدف الأول في اللقاء الدقيقة العاشرة، الهدف الأول لفريق المدينة العليا، تبادل سريع بين اللاعبين، تدخل الكرة عند حمزة كعوة. حنا كنعرفوا أن حمزة كعوة إلى وصل مربع ديال العملية ديال فريق الخصم أكيد كتكون الهدفات ديالو مركزة، وهذا اللي كان جميلة. قلنا كرة عند كربوت، كربوت كيقذف عند الزميل ديالو، كريم قرواز ان ما كانش شي قذفه قويه، نقول ان الكره ديالو كترجع عند كربوت، كربوت قذفه قويه كترجع الحارس، الحارس عبد الكريم قرواز كيرد، ولكن اللاعب زكريا سطيلا ما كيتمكنش من التسجيل. اذا في التنفيذ السلامي، وحنا كنعرفوا السلامي اكيد غادي يقذف مباشره، أن السلامي ما لا تهمه المسافات بقدر ما تهم القذف نحو المرمى، فيتسجل أهداف من هذا المكان بالضبط. ها هو سجل، إذا لم أكن خاطئا أنا قلت لكم أن حمزة السلامي هذه القذفات وهذه الكوار دائما يأتي يجيبها في الشركة، وشنا أنه سجل في آخر مقابلة هنا في قارة الحداء إصابة تقريبا من نفس انما كانت في المباراة الثانية. اذا دقيقة 14 تقدم فريق المدينة العليا بجوج الاهداف لهدف واحد، كربوت حمزة، حمزة عند سطيلة، سطيلة هدفة ذكية ولكن ما كتخدعش هذه المرة الحارس قرواز، كانت محاولة ذكية جدا للاعب زكريا سطيلة اخر. بن رضا حافظ السعيد ويسجل، إذن هدف التعادل، هدف التعادل لفريق فتح الصاجي كيجي من ضربة جزاء في انتداء اللاعب رضا حافظ، غادي ضربة جزاء اللاعب نبهوه عاد قالوا له بأن لازم أنه ضرب خطأ، وهذا ضرب خطأ ديال 10 أمتار اللي كيضيعها بشعيب فوق. إذا كانت هذه أول ضربة خطأ من 10 أمتار في المقابلة لفائدة فتح الصاد، وهي الأولى في المقابلة ككل، تضيع من الجدي بشعيب فوق. فتح الصاد أو المدينة العليا عارفين أنهم مسؤولين 5 أخطاء، هذا اللي كيخليهم أنهم دائما كترجع الكرة ديال يدير كيقدر، تدخل جميل ديال الحارس بن برواز، ولكن ما كيستغلهاش اللاعب خوف، كتضرب فيه الكرة كتخرج الشرط دائما بوشعيب خوف كيقلب يقذف وقذف، ولكن عبد الكريم برواز كينقض على الكرة كيخرجها للزاوية. حمزة كيمررها لعند محمد امين، محمد امين كيقذف ولكن سد الجميل ديال محمد كرم، التنفيذ
الطائر يعني كيتحولوا فيه للمرمى خاوي كيقدام والحارة كتضرب من حسن حد فريق ستاجي كرة كتردادم بالعارضة مرة أخرى. أيوب دخل مرة أخرى مروان المهدي كيقدر المرمى خاوية كيقدر هذه المرة وأخيرا أصابت يجي من العملية ديال اللاعب الطائر. هذه العملية كما ذكرت إما كتصيب أو تخيب لحد الساعة جابت هدف الفريق السطاتي اللي هو فاشل لحد الساعة باش يسجل بها هدف رغم أنهم كيهجموا خمسة ديال اللاعبين. إذا كنشوف دابا محمد كرم هو اللي خدا هاد المهمة هادي وكيخدا في الخطبة ديالو مرة ثانية. بشعيب كرم كيخدا ولكن مباشرة الحارس عبد الكريم قلواز ونهاية المقابلة بتفوق فريق المدينة العليا على الفتح الصادي بخمسة أهداف لهدفين. الأهداف ديال الفريق المدينة العليا سجلت رشيد الدخيسي، حمزة السلامي هدفين، محمد أمين حيس هدف، وحمزة كعوة هدف، في حين سجلها لفريق الفتح الصادي كل من زهير عطوش واللاعب رضا حافظ. إذن كنا معكم مباشرة من قاعة الوحدة بمدينة القنيطرة، طاقم الفجر أخبار الفجر المغربية والفجر سبور، عمر الشباق، محمد الرحمن، مهدي القشيني، مهدي المزيق، أيوب العسري. إلى اللقاء في مقابلة قادمة بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله هذا العمل ديال الكوتش ليكي ديال الكوتش مدرب الحراس الحمد لله حنا نخدموا معاه وكنحاولوا ان شاء الله نكونوا في المستوى، كنحاول يبيدي شويه دوك الاخطاء اللي باقيين شويه ماشي في التاكسيك وانما شويه ديال الساوس. سبحان الله العظيم الكره ملي كتثق فيها الكره ما تتمسكش تثق فيها، الكره نورمالمون تجي تكون متاكد منها 100% عاد تقدرتها. والحمد لله بعض المرات تيطرا فحال هاد الاخطاء ولكن عوضتها الحمد لله الدراري جاب الله التيسير الحمد لله. كنشكر الدراري على القتاليه ديالهم، كنشكر المدرب الرئيس هو اللي واقف معنا، وكنشكركم حتى نتوما اللي الله بلا بكم نتوما راه ما كنوصلوا حتى حاجه بهاد المينيفوز هادو. شكرا لكم بزاف، تبارك الله عليكم. اولا كنشكر قناه الفجر اللي متبعانا عن قرب وعن بعد. المقابله كما كيعرف الجميع هي مقابله بحال اللي كنقولوا كنردوا الاعتبار ديالنا، يعني مقابله اللي قدرنا نحسموها حتى لاخر الدقائق، وهذا الشيء ما جاش بالسهل، يعني كاين هناك تدريبات وحاولنا نركزوا في المقابله طيله الاسبوع، والحمد لله ما خيبناش الله وقدرنا نحققوا الاهم ثلاثه النقاط اللي كتخلينا حتى حنا نواكبوا في الصداره. وهذا الشيء اللي كنقول، تنشكر الدراري على هذه المجهودات اللي قدموها، وتنشكر الطاقم التقني بما فيه المدرب والرئيس وجميع اللاعبين الحمد لله. والصراحه هذا الشيء ما جاش من فراغ، يعني التدريبات، وتنشكر اللاعبين اللي هما تيوضعوا الثقه فيا، يعني راه من سنين وحنا وانا تندرب هذا الفريق هذا، وانا تنستعد باش نعطي زعما اللي عندي في اي مقابله، والحمد لله وفقني الله اليوم وسجلت الهدف، وان شاء الله مازال الخير قدام ان شاء الله.